افتراضي ان احنا ما ينفعش ندخل البيانات تخيل الا لازم نتوفر عليه الثلاث شروط دول، الواحد اتنين والتالت. طب يعني اول اتنين عملناهم خلاص، التالت اللي هو تاريخ الفاتوره برضو كل اللي نعمله ان احنا ناخد نعرف الاسم بتاع اسمه ايه يا ربي، تاريخ الفاتورة، وهنعمل رسالة تانية وهي تبقى اللي هي 13 بقى باشمهندس 13. ايه رسائل كتير النهاردة، وهنا هتبقى 13 عشان يعرف يقفل. بس وهنا يلقى ادخال رقم تاريخ الفاتورة، تاريخ بس هنا بقى هنعمل حركة صايعة. بس ايه اتقل بس كده الأول، خلاص كده يبقى هنا تاريخ الفاتورة. خلاص احنا كده ايه ناخد بس النيم دوت، مش كده اهو، وهنيجي عند ايه الامر ناخد تاني ده كله تاني من اول اس اف كده، ونشيل كلمة دي ونحطها عليها اس اف وهكذا 15 تكست 15 ودي هتبقى 3 الس اي حاجة غير كده. نفذ يا عم الشرط خلاص. طيب كل الكلام ده الحمد لله هيحصل، اللي هو هينفذ الشرط بعد ادخال التاريخ. اهو بصوا بصوا كده اسم المورد حسام، رقم الفاتورة اي حاجة، و و و كمية مثلا و اي حاجة دلوقتي ادخال، يقولك ادخال رقم تاريخ الفاتورة. اوكي اهو تودي ادخال. انا بقى عايز اعمل حركة حلوة اوي بقى. هنا اديله ايه حتة حلوه كده، اكبر الرساله شويه. اقول له هنا زور تاني كنترول سي كنترول في ادخال ادخال نفس تاريخ اليوم. ايه رايكم في الحته دي؟ جامده صح؟ رايكم ادخال نفس تاريخ اليوم. هنا ادخال نفس تاريخ اليوم. هنا بقى هنا نعملها ازاي دلوقتي؟ احنا استنى بس الاول كده اهو اقفل دي عشان نعرف بس ايه تجيبوها ازاي. ادي كده ايه كود، طبعا في اساتذه بيعرفوا يعملوا الحاجات دي. طبعا احنا مش بنتكلم عن اساتذه دلوقتي، احنا بنتكلم عن الناس اللي مش عارفه. ده العنوان اللي احنا هنشتغل عليه خلاص كده. هيك تعالى هنا اهو بص يا سيدي، شايفين تاريخ الفاتورة كام؟ عنوانها كام؟ ها
دي داخل فورم؟ لا هيبقى الحط هنا، لا هنا الثانيه ده هيتشال خلاص. هنا هناخد الكلمه الحلوه دي فورم، فورم 30 مسافه 2 8 4 بتساوي داتا. دي في مش هنا، لا هنا المره دي هنا، هنا وفي نفس الوقت هنعمل برضك اغلاق، اغلاق للرساله اللي هو 13/7/19 مش عملناها هنا تقريبا، هي دي خلاص. قول اي حاجة اي حاجة. لا 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 استنى حاجة ايه هنا، مش عايزين نخرب بقى هنا 8 وهنا اتخان. يا رجل خال اسم الموارد. حاضر يا سيدي. حسام حسام اللي بقى يرجع تخيل رقم الفاتورة. حاضر فاتورة 24 يرجع تخيل تاريخ الفاتورة. اوكي لو كنا اوكي هيقفل، انت مش هتعمل حاجة عادي. ادخال نفس تاريخ اليوم اهو يا عم خلصنا، وهكذا. انت بقى استمع بقى، طف التاريخ امس واول امس، احنا يعني مش فاضيين اول الدرجات يعني احنا مش فاضيين، مش عايزين نخلص ماشي. كده احنا خلصنا ايه البانر وده 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 وده، هنكمل بقى. طبعا برضو احتياطي بقى، والاحتياط واجب برضو، ان احنا ما ينفعش ان احنا الكود الحرفي او ده او ده او ده يبقى فاضيين. وعامة لو عملت هنا ثواني كده ماوس اختيار، لازم يكتب ده، لازم يكتب ده الكلام ده اتكتب، لازم ده يتكتب ده يتكتب. بس برضك احتياط واجب برضك اللي احنا لازم اللي احنا برضك نأمن الحته دي، لازم كل ده مكتوب، ده ما يكونش اصلا، ده ما يكونش نال، ده ما يكونش نال. هنعملها برضك ان شاء الله ثلاثة كده بربطة واحدة كده ايه في الحلقة الجاية. آخر مرة عملنا تاريخ الفاتورة، المرة دي هنخش هنعمل كود الحرفي لازم يتكتب. يبقى احنا اللي عملناه في الجزئية دي هنكررها هنا في الكود الحرفي، وهو اسمه هنا تكست 76، وهنا هناخد كوبي بيس هتبقى هنا 14. ارجع ادخال قوة الصرف.
هنيجي عند الام ندخل الجزئيه دي كده اهو، نيجي على دي ندفع هنا اهو ال سي اف لو ده فارغ افتح لي غير كده نفذ. كده هنعمل الادخال، طبعا هيريك رسائل لما تقول بس متفضل تأخر رقم المورد وسام، هنا رقم الفاتورة اهو تاريخ الفاتورة اهي يا سيدي، اعمل ادخال يرجع ادخال كود الصنف. انت دلوقتي لو هنا حابب لو كتبت مثلا شاشة حاسب ها بعد كده هنا عملت الوحدة ودخلت اكيد هيخش عادي، لان خلاص الكود المكتوب كان مكتوب في الحته دي ما تفرش، طب ما الكود اتكتب خلاص تمام كده. يبقى احنا كده المره الجايه اللي احنا هنعمل الوحدات، الوحده لازم يكون في وحده للصنف لازم تتكتب. هنعملها دلوقتي مش مهم، وحدة الصنف وهنعمل كود واحد وهنا اهو وسعر البيع والوحدة الكسرية. بعد كده نطور حاجات تانية كتير في الجزئية دي فوق، اشوفكم معانا ان شاء الله.